العزيمه كانت باينه جدا مع لعيبه النادي الاهلي. كابتن محمد يوسف طبعا المدير الفني، ببارك لك كابتن يوسف. باين ان يمكن في اصرار وفي مجهود، ظروف كتير جدا، ويمكن زي ما اكدنا وقلنا الاصابات كل مباراه يمكن بننقص واحد، بيعود لينا واحد بينقص واحد، ظروف سوء توفيق بيقابل الجهاز الفني واللعيبه، لكن حطينا في المباراه النهارده. قلت ايه للعيبه والاصرار ده النهارده نتيجته يا كابتن يوسف؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بمسي على ميدو على ضيوفه طبعا كباتننا. انا بقول مبروك طبعا، الثلاث نقاط النهارده مهمين جدا. يمكن صعوبة اللقاء، المطر اللي حصل برضو عمل شوية بالنسبة للعيبة، يمكن الهدف ما كناش موفقين فيه من زحلقة، لكن اللي انا عايز اقوله مبروك للعيبة النهارده، ادوا بشكل كويس جدا. انا شايف ان الروح حلوة قوي. عايز اخد الايجابيات من المباراه النهارده، احمد علاء بيثبت نفسه، عندنا احمد الشيخ كمان لتاني مباراه. النقطه كمان اللي مهمه جدا ان انت النهارده بتتاخر بهدف وبترجع الحمد لله بهدفين. يمكن انا كلمتهم بين الشوطين بعد الجون حصل تسرع شويه، بقينا بنلعب برتم واحد سريع قوي طول بعد الجون، فدي خلت مفيش تصرف كويس في الكوره. لكن الشوط الثاني الدنيا هديت، بقينا بنسرع في اوقات، بنهدي في اوقات، وده المفروض ان احنا نشتغل مش كله بريتم واحد. في مناطق في الملعب محتاجه نبقى الريتم هادي شويه، وفي مناطق محتاجه ان الريتم يتسرع. الحمد لله عملوها الشوط الثاني بشكل كويس جدا. النقطه الثانيه كمان اللي مهمه وعايز اكد عليها هي ان 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 الظروف اللي احنا بنلعب فيها ظروف صعبه، انت بتلعب مضغوط، بتلعب كل 3 ايام، فمضطر طبعا ان انت تريح لعيبه، وعندك عايز تثبت برضو تشكيل عشان تعمل انسجام، تعمل مدخل عناصر جديده، فبتبقى محتاج انه يلعبوا جنب بعض. فالحاجات دي كلها يعني بنجتهد فيها وبنحاول نفكر فيها بشكل كبير جدا، وبنحاول نتكلم مع لعيبه بشكل كويس. يمكن وليد سليمان النهارده انا كنت مصر ان يبقى معايا، انا حسيت ان هو موجد من الماتشات اللي فاتت، يعني اتكلمت معاه وقلت ان يبقى معايا احسن تحسبا لاي ظروف يعني. وفعلا توقعته حصل، ودفعت بيه طبعا بين الشوطين على طول. التغيير التاني طبعا هشام محمد، كنا لازم نرجع للمباراه براسين حربه، لان لقيت ان احنا بنوصل للمناطق الدفاعيه بتاعت فريق الجونه لكن محتاجين كثافه في العرضيات، فطبعا دفعت بمروان وعمل الجون الاولاني بشكل كويس جدا. وطبعا اسلام محارب كان التامين عشان ابدا استحوذ في نص الملعب وقت المباراه. لكن بقول مبروك الحمد لله، 3 نقاط في مشوارنا، ونفكر على طول في ماتش الجيش، لان مهم جدا ان احنا نتعامل مع كل مباراه على حده، وهدفنا هو 3 النقاط في كل مباراه ان شاء الله. لكن زي ما انت قلت يا كابتن يوسف، تلاحم المباراه بدا، لسه عندنا مباراه طلائع الجيش والبطوله الافريقيه كمان هندخل فيها في اول مباراه، ده يمكن بيبقى مجهود كبير على الجهاز الفني، لان هو بيهيئ اللعيبه، بيخلق دوافع مستمره بشكل كبير جدا يا كابتن يوسف. طبعا لازم تخلق دوافع، وشهر دسم جدا ديسمبر، شهر دسم جدا ما بين مباراتين افريقيا ذهاب وعوده، وثم بعد ذلك بتلعب المؤجلات بتاعتك اللي كانت متاجله نتيجه بطوله افريقيا. لكن الحمد لله احنا متعودين على كده، وعشناها قبل كده في 2012 و2013، يعني دايما النادي الاهلي بيتاجل له مباريات عشان بيلعب في بطوله افريقيا، ثم بيعود ويلعب المؤجلات بتاعته اخرها السنه اللي فاتت. فده العادي، ولاعيبتنا لازم تكون عندها الشخصيه دي، ولاعيبتنا لازم يكون عندها الكثافه دي. وانا دايما بقول لهم احنا ما بنلعبش 12 او 13، احنا بنلعب 20 22 23. على قد ما يبقى فيه ايجابيه وعلى قد ما يبقى فيه تركيز، النهارده انت بتشوف احمد علاء، بتشوف نيدفيد، بتشوف ميدو جابر بدا، بتشوف احمد الشيخ بقاله فتره بيرجع يعني انا قصدي ان مفيش عندنا لاعب اساسي ولاعب احتياطي، عندنا مجموعه بتاخد ماتشات لازم تريح وتخش مجموعه تانية، بس في النهايه النادي الاهلي لازم يفضل على نفس المستوى، لازم يحافظ على نفس النتائج دي، مهمه جدا. في الاخر بيتقال الاهلي كسب بطوله، الاهلي كسب دوري 18 19، الاهلي كسب دوري، الاهلي كسب بطوله افريقيا، ما بيتقالش اسامي فلان وفلان وفلان وفلان، دي انا مصر عليها، ودي دايما بنقلها للعيبه. ونتمنى ان شاء الله ان المباريات الجايه ان شاء الله نبقى موفقين فيها. يعني الفتره اللي جايه نشوف عوده اكثر من عنصر، احمد فتحي يمكن في اختبار طبي يتعمل له بكره، نشوف الامور بالنسبه له ايه، في اكثر من لاعب ممكن يخش يا كابتن يوسف؟ ان شاء الله احنا كل مباراه بناخد تقرير من الجهاز الطبي، بنحاول ان احنا نقرب اللعيبه، لكن انا اديت تعليمات طبعا للجهاز الطبي، مش عايز حد ينزل وبعدين يرجع يتصاب تاني، مش عايز حد ينزل ويبقى 70% او 80%. مهم جدا اللاعب لما ينزل يبقى 100%. احنا بنتعامل مع المباريات في اسوأ او في اصعب ظروف احنا فيها دلوقتي، فانا مش حمل ان لاعب ينزل وبعدين ابص الاقي افقده تاني، فلما هفقده لفتره اكتر من كده، لا انا اصبر عليه
ممكن يتأخر مثلا 4 5 أيام أسبوع زيادة، يغيب عن مباراة زيادة، بس بعد كده يخش ويخش بشكل كويس. احنا في انتظار طبعا المصابين بتوعنا يعملوا لنا داعين كويس جدا. أحمد فتحي بتكلم على علي معلول، بتكلم على جورنال جي، بتكلم على عناصر قوية يعني. ربنا يخليك. شكرا. ربنا يخليك. بنبارك أكيد للكابتن محمد يوسف.